ولكن الغريب بقى ان حد يطلع يقول لك ايه احسن لعيب في الاهلي فلان، وانا رايي ان هو لازم على محمد عبد المنعم، يعني هو لازم يحترف. هو حضرتك محلل احداث المباراه، ولا انت مستشار فني لاداره النادي الاهلي، ولا انت وكيل لاعبين، ولا حكايتك ايه؟ يبقى لو بالكلام اللي حضراتكم بتقولوه يبقى فريق النادي الاهلي، يبقى بيرسي تاو لازم يحترف او يروح يحترف بقى في حته تانية غير النادي الاهلي، يبقى حسين الشحات لازم يحترف، ولازم محمد عبد المنعم، هو الكلام كان عن محمد عبد المنعم، وايضا ياسر ابراهيم بعد المستوى اللي ظهر بيه النهارده لازم ياسر ابراهيم يحترف، ومحمد الشناوي بما انه افضل حارس مرمى في مصر للخمس اربع خمس ست سنين الاخيره، وافضل لاعب في افريقيا من الاتحاد الافريقي، يبقى لازم يحترف. علي معلول ما ينفعش بقى يكمل في النادي الاهلي، مش هو ده يبقى كل لعيبه النادي الاهلي، يبقى اليو ديانج يحترف، يبقى مروان عطيه يحترف، ده احمد حسن كوكا كمان يحترف، هو في ايه يا جماعه؟ كل لعيبه النادي الاهلي عندهم مميزات وكلهم مميزين في اماكنهم، لكن هم في نادي كبير اسمه النادي الاهلي، وبالمناسبه يعني للي ما يعرفش هيلعبوا في كاس العالم للانديه، ولعبوا قبل كده مره واثنين وثلاثه ودي الرابعه ورا بعض، ولسه هيكسبوا بطولات خلال الايام القادمه، لسه مخلصين خمس بطولات، خسرنا بطوله في النص ولكن عشان بس العين. فانا نصيحتي للجميع او للمحللين محللي المباراه، خليكم في التحليل، بلاش تلعب ادوار تانية. حضرتك بتحلل المباراه فحلل الماتش، اشمعنى في اي فرق تانية محدش يقدر يقول الكلام ده، او محدش بيتقال او ما بيتقالش هذا الكلام. من فضل حضراتكم، بالمناسبه ما عنديش مشكله ان اي حد عايز ينتقد اداء النادي الاهلي ينتقده، انت حر قول اللي انت عايزه، ولكن عندما تتكلم عن اللاعبين ولازم يحترف وفلان، يبقى بقى كل اللاعبين دي لازم تحترف، لان هم لعيبه جامده، وبالمناسبه هم مش لازم يحترفوا، هم محترفين في النادي الاهلي، في النادي الاهلي مش في اي حته تانيه.